الفيلم يبدا مع صوفي وجيمس متزوجين جدد وفرحانين بحياتهم لانهم مع بعض. حبوا يغيروا المنزل وبداو ينقلوا في اغراضهم للمنزل الجديد، ويكون جيمس يشتغل مع باباه في شركه استثمارات، وباباه رجل اعمال كبير في مجاله وغني بزاف. وفي يوم من الايام جاته مكالمه من عند عائلته وقالوا له انه باباه مات، وبالتالي ورث جيمس كل ممتلكات باباه واصبح مدير اداره شركه ضخمه. وقرر هو وصوفي يرحلوا من المنزل اللي عايشين فيه، وراحوا لقصر ضخم يليق بواحد في مرتبه جيمس. ومع الوقت بداو يتعودوا على المعيشه في القصر بالطريقة البرجوازية، ويكون عندهم بزاف خدم اللي مهمتهم الأعمال المنزلية، وأصبحت صوفي دائما في المنزل وما تعمل حتى حاجة لأن الخدم يعملوا كل شيء. ومع الوقت بدأت تحس بالملل وتحولت نعمة حياتها الغنية لحياة ما هيش مرتاحة فيها. وبالرغم من أنه الخدم ما قصروش في خدمتهم، ولكن صوفي قررت أنها تعيش في القصر وحدها ولازم توقف كل الخدم من شغلهم وتدفع لهم حقهم كامل. عرف جيمس الشيء اللي عملته صوفي، تقلق وقال لها أن القصر كبير بزاف عليها وما راحش تقدر عليه، ولهذا لازم عينوا خدم. ولكن في اخر نقاش عمل برأي صوفي وكملوا ليلتهم مع بعض ورقدوا. وفي يوم يكون جيمس في الشركة وعنده اجتماع مع المديرين، اتصلت به صوفي لانها بغاتو يساعدها في تشغيل آلة قص العشب اللي في الحديقة. وفي الليل لما رجع جيمس صلح الآلة والعطل اللي كان فيها، وبقى الوضع على هذا الحال كل يوم. تتصل صوفي بجيمس وتعطلو على شغله لانها مش قادرة تسير القصر وحدها، تبقى تسقسي فيه كيفاش تدير وتقول له انها محتاجة المساعدة تاعو، وتكون هي السبب في هذا الشيء لانها هي اللي وقفت الخدم وما سمعتش كلام جيمس. ومرة فكروا انهم يروحوا لشخص اسمه جوليان اللي يكون يصنع ويبيع الروبوتات بذكاء اصطناعي خاص اللي ممكن يستخدمهم الانسان في مجال النظافة والاعمال المنزلية. وعرض عليهم في البداية روبو على شكل شابة جميلة، ولكن صوفي ما وافقتش على الاختيار لانها حابة تكون المرأة الوحيدة اللي عايشة في القصر. وبعدها اتفقوا مع جوليان باش يشريوا روبو على شكل شاب وسيم ويكون اسمه هنري. بدا هنري يوميا يعمل اشغال النظافة والطبخ والغسيل والتصليح وكل اشغال المنزل، ويعمل اي حاجة يأمره بها. وفي البداية كل شيء كان ماشي بشكل جيد من غير مشاكل، ولكن في يوم يكون هنري في غرفة صوفي وشافها بالصدفة وهي تغير ملابسها، وصوفي ما كانتش عارفة انه موجود في الغرفة، ولما شافته قالت له يخرج برا. واتصلت صوفي بجيمس باش تشكيله من الشيء اللي صرا بينها وبين هنري. ومرة كانت العلاقة بين جيمس وصوفي متوترة وكاين مشاكل بينهم، وتكون صوفي حاسة دائما بالوحدة لانه جيمس ديما مشغول في الشركة وكل يوم برا المنزل. ومع الوقت بدات لا شعوريا تعوض فراغ جيمس بهنري، وبدات تقضي وقت طويل معاه وهما وحدهم في القصر. ومع مرور الايام تبدا مشاعر صوفي تتحرك تجاه هنري، وطلبت منه مره انه يقرا لها كتاب يحكي على احاسيس ومشاعر البشر باش تشوف اذا ممكن يفهم واش قاصده بالذكاء الاصطناعي، وربما يولي يتعامل معها كما البشر بالضبط. وفعلا بدا هنري يطور من ذكائه الاصطناعي واصبح مرتبط بوجود صوفي وتولدت مشاعر واحاسيس عنده، وكل موقف يتعرض له يكون عنده اثر في تكوين شخصيته واحاسيسه. ومره صوفي وهي راقده مع جيمس في الغرفه تاعهم سمعت صوت جاي من برا، راحت تشوف الصوت تاع واش، ولقات هنري راقد في حديقة المنزل ويكون مكتئب، وقالها انه كان يحلم وتمنى انه يكون انسان طبيعي كما بقية البشر. وفي اليوم اللي بعدها راح جيمس وصوفي لجوليان وسقسوه على التصرف الغريب اللي عمله هنري البارح. قال لهم جوليان انه ممكن هذا الشيء صرا لانهم خلاو مشاعر واحاسيس هنري تتطور بشكل مبالغ فيه، وبالتالي ممكن يتخيل نفسه انسان بشري ويتعامل معهم كانه واحد منهم. ورجعوا للقصر وبدا جيمس يلوم في صوفي على الشيء اللي عملته مع هنري لانها هي الوحيدة اللي تتعامل معه، وتشاجروا لدرجة انهم قربوا ينهيوا العلاقة بينهم. ومرة بعد ما رجع جيمس للمنزل في نهاية اليوم لقى رسالة فوق الطابلة كتبتها له صوفي، وتكون هذه الرسالة مكتوبة من مدة طويلة يعني قديمة من الأيام اللي انتقلوا فيها للمنزل الأول. ولما قراها عرف أنها كانت تحبه ومقدار طموحاتها معاه. دخل جيمس لغرفته وشعل الشموع وعمل جو رومانسي، ودخلت عليه صوفي وبغى يعمل معها علاقة ولكنها رفضت وقالت له أنها مش حاسة راح تقدر تعمل معاه حاجة كيما هذه في الوقت الحالي. ومرة كانت صوفي قاعدة وحدها في الليل وقالها هنري أنه عنده مشاعر تجاهها ويحبها، وحس هنري أنه تم تصميمه باش يقدر يعمل كل اللي تطلبه منه صوفي، وانه ممكن يدخل معها في علاقه كجزء من خدماته لها. رقدت صوفي وبدات تنام في هنري وهو يعمل لها جلسه مساج. وفي اليوم اللي بعدها ودعت جيمس وراح للشغل وفتحت باب الغرفه تاعها وهي تغير في ملابسها باش يشوفها هنري، وبعدها راحت قابلاته باش تتاكد انه شافها. ومره رجع جيمس من الشغل وشاف صوفي قاعده مع هنري امام المسبح ويكونوا فقط يحكيوا مع بعض، ولكن جيمس حس بالغيره على مرته وراح لجوليان مره اخرى وطلب منه حل موضوع هنري، ولكن جوليان قال له انه تصرف هنري يكون مرتبط بأوامر السيد تاعو والشي اللي يطلبه منه. ورجع جيمس للمنزل وطلب من هنري انه ما يتعاملش مع صوفي مرة اخرى ويكون هنري حزين ومكتئب، وقرر انه يقول لصوفي على الشي اللي قاله له جيمس. راحت صوفي تتناقش مع جيمس بسبب الشي اللي قاله، وبدا صوتهم يعلى وتشاجروا، وقررت صوفي تخرج من القصر مدة قصيرة حتى تهدى. واليوم اللي بعدها اتصل جيمس بصوفي من المكتب تاعو وكان حاب يصلح العلاقة بينهم، وتكون صوفي في القصر بدون علم جيمس باش تقابل هنري، وعملها هنري جلسة مساج
لباسها وقال لها نحبك بنفس الطريقة اللي جيمس يقول بها، وهذا الشيء خلى صوفي تتقلق وحست انها ماهيش مرتاحة. ولما رجع جيمس اعترفت له صوفي بكل حاجة، وتعصب جيمس لما عرف الشيء اللي صرا من وراه وراح ضرب هنري وفصل الكهرباء على الشاحن تاعو باش ما يقدرش يتحرك لما تخلص البطارية. وفي الصباح كان جيمس وصوفي يستناو في جوليان اللي كان جاي عندهم باش ياخذ هنري، ولكن جوليان تأخر عليهم وراح جيمس لشغله وخلى صوفي هي اللي تستناه وحدها. وبعد لحظات فاق هنري وكان مستغرب انه قدر يتحرك بدون شحن بطارية، وهو يحكي مع صوفي لقات اثر الضرب تاع جيمس في وجهه. تقلقت من هذا الشيء وراحت لجيمس المكتب تاعو باش تعاتبو على الشيء اللي دارو، ويكون جوليان وصل ولكن صوفي تجاهلته وهي مقلقة. وبعدها شاف هنري في المراية ولقى انه اثر الضرب في وجهه والمفروض انه روبوت. دخل عليه جوليان وامره يدخل للغرفة تاعو، ولكن هنري رفض يطيع الاوامر. وعرف هنري انه جوليان كان يكذب عليهم كل هذا الوقت، ولما دخلت صوفي المكتب جيمس حكاو مع بعض وتناقشوا في الموضوع وندموا على الشيء اللي داروه. وقالها جيمس انه تقلق بزاف من هنري ولهذا ضربه لانه تعصب من صوفي وهي تفضل هنري عليه. وفي نهاية الحوار بينهم سامحوا بعض ورجعوا للمنزل مع بعض. ولما دخلوا للمنزل لقاو هنري وحده في الحديقة، وهنا قال لهم هنري انه عرف كونه انسان بشري وكان مستعبد من طرف جوليان. وبعد ابلاغ الشرطة من طرف جيمس قاموا بمصادرة جميع ممتلكات جوليان وعرفوا انه مجرم، وعرفوا كذلك انه كل الروبوتات تاعو عبارة عن بشر هو اللي رباهم وعمل لهم غسيل دماغ على انهم روبوتات، ويكون جوليان هو اللي تبنى هنري وهو صغير، وقال لهم انه تعرض للعنف الجسدي من امه اللي طردته من المنزل وهو طفل. وبعدها وصل جيمس وصوفي ومعهم اثنين من رجال الشرطة باش يلقيوا القبض على جوليان وهو في المنزل تاعهم. وخرج لهم جوليان فجأة في الحديقة ويكون معاه بندقية صيد وقتل بها الشرطة، وكان حاب يقتل جيمس وصوفي، ولكن في هذه اللحظة هجم عليه هنري وخذا منه البندقية وضربه بها بلا رحمة حتى مات، لانه هنري كان حاس بالغدر والحقد تجاه جوليان اللي رباه، وفي نفس الوقت حس بالخيانة لما كان يقرب من صوفي وهو يشتغل عندها، وبالتالي كان يخون في زوجها معاها. وهذا الشيء خلاه يفكر في الانتحار وقتل روحه بالموس. وبدا جيمس وصوفي يعيطوا عليه وحاولوا ينقذوه ولكنه لفظ انفاسه الاخيره. وبعد 5 سنوات يظهر صوفي وجيمس وهما قاعدين في الحديقه، ويكونوا جابوا طفل وسموه هنري على اسم اللي مات، ويكونوا يخططوا باش يحكيوا لولدهم على قصه اسمه في يوم من الايام لما يكبر شوي. ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الافلام. سلام.